طبعا دي كلها لينكس، البرتقالي كله هتلاقي لينكس. فانت وانس انك انت يو كان اكسس ذيس باوربوينت، هتكليك على اي لينك من دول هتروح تشوف الناس دي عامله ايه. بالنسبه لنا احنا كطب تافتس دي عندها حاجات اكتر طبيه، يعني ده هنا مثلا عنده حاجات تكنولوجيك. في بقى كونسورتيوم اسمه اوبن كورس وير كونسورتيوم. كونسورتيوم ده عباره عن ايه؟ مكان كل الكليات مجتمعه فيه، فتقدر تعرف ايه الكليات اللي بيدوا اوبن كورس وير. احنا اسمنا موجود؟ لا احنا اسمنا لسه مش موجود، بس ممكن يكون موجود. نقطة مهمة تانية، أنا عادة بحب في الشغل أبقى أناني جدا، يعني بحب دايما مصلحتي فوق مصلحة الجميع، ده وضع يعني خلاص. فعشان أنا مصلحتي تبقى أحقق مصلحتي، لازم لما أروح بعد كده أسيب المكان ده وأروح حتة تانية الناس تاخدني على طول. طب إزاي يحصل كده؟ يحصل كده إن سمعة المكان اللي أنا فيه تبقى تحفة. لما يجي لي واحد دلوقتي يقول لي إيه، في اثنين بروفيسور جايين يدوا محاضرة، واحد من هارفارد يونيفرستي واحد من جمعية عصام الدين، هتاخد مين؟ والاثنين بنفس السعر. عصام؟ هارفارد. ليه هارفارد؟ مع ان ممكن جدا اللي في جامعة عصام يكون احسن 100 مرة من جامعة هارفارد. انت بتاخده على اي اساس؟ على السمعة. طب مين عمل سمعة الكلية؟ الناس اللي كانوا جوه. يبقى لازم تكونوا انانيين ولا لا؟ يبقى لازم انتوا تشتغلوا جامد جدا عشان سمعة الكلية تبقى حلوة. عشان ايه؟ عشان بعد كده اروح حته يقول لي ده من كليه الطب، فانا اخد قوه اكتر. صح ولا غلطان؟ لو كليه الطب سمعتها مش حلوه قوي ورحت حته تقول انا من كليه الطب، هيبص لك ازاي؟ تعالى يا عصام، جامعه عصام. لكن لما تيجي تقول انا من هارفارد اتس ديفرنت. ذاتس واي الكونتريبيوشن هنا والكولابوريشن هنا از فيري امبورتنت. فيري امبورتنت ان سمعه كليتنا تبقى كويسه جدا. فيري امبورتنت ان احنا نشارك مع الناس دي ونشتهر. وانس ان كليتنا اشتهرت ذن ماي فاليو ويل بي فيري فيري هاي. لما اروح لحد واقول له انا اللي عملت اي كورس وير في كليه طب اسكندريه، كليه طب اسكندريه عندها حاجه حلوه قوي، انت لعبت كورس وير؟ ذن اتس ا ديفرنت ايمج. خلاص ده واحد يقول لك اند وير از ذس كليه الطب؟ طيب باختصار شديد، الاوبن اديوكيشن ريسورسز هي اي ريسورسز ديجيتال، يعني باوربوينت تعتبر ريسورس، بي دي اف ريسورس، الكورس لو عملت كورس كله ريسورس. فهي من اول موديول الصغير اللي هو ايمج، لو انت قررت انك تعمل تحط ابداع في الايمج عشان تبان اكتر للناس، this is called resource. اي كورس ممكن يبقى عباره عن كذا موديولز، جبت صوره من هنا، جبت انيميشن من هنا، جبت تكست من هنا، انا عملت الايه الاخراج بتاع الكورس بتاعي. فاي كان يوز اول ذوز ريسورسز وات ايفر. طب هل في كورس كامل اوبن مفتوح للناس تستخدمه؟ في. يعني لو انت عايز تدرس كورس مثلا انتروداكشن تو كمبيوتر كامل متكامل وحد غيرك عامله، يو كان يوز ات فور فري. يس. وهو راجل مبسوط؟ يس. طيب ادي الاكزامبل، زي ما قلنا ليرنينج كونتنتس ممكن يبقوا كونتنت، ممكن يبقوا فول كورس، ممكن ماتيريالز، ممكن تول حاجه زي الموديل. يعني احنا عندنا مثلا دلوقتي في الكليه عندنا كذا حاجه اوبن ببلاش وبنستخدمها. الموديل عندنا، الجورنال اوبن جورنال سيستم اللي هو البوليتن بتاعنا، عندنا مثلا الوورد بريس، الويكي اللي هو انتوا بتخشوا تشوفوا عليه الفيديوهات بتاعتنا، ده اوبن سورس. دي كلها تولز. ممكن مثلا حد لو عايز اكزام جنريتور يبقى نجيبه اوبن سورس. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ متبنيين الفكره دي. اي حاجه انتوا عايزينها سوفت وير بنبدا نشوف الاول في الاوبن سورس ايه اللي موجود وبنحاول نحطه عندنا. اند سو اون. في مثلا امبلمنتيشن ريسورسز، ازاي الناس عملت امبلمنتيشن. حاجه عشان تبقوا عارفين برضو، حاجه من ضمن الحاجات الالك كامبين ده احنا واخدين ادابتيشن من ناس عملته في جنوب افريقيا، عملوا نفس الفكره. احنا عملنا شويه تعديلات عشان تقابلنا، بس هم قالوا ان احنا عشان ننشر الاي ليرنينج سنه 2004 في الجامعه في جنوب افريقيا هنعمل الخطوات دي، فاحنا وي ار دوينج از ساوث افريكا اند سو اون. طيب ايه المين ايم اوف او ار؟ او اي ار المين ايم از فريدم. اي ام فري، اي ام نوت اندر ليميتيشن اوف كوبي رايتس. Again في لايسنس عندنا، بس I'm not under this limitation. أنا ممكن آخد أي حاجة أعدل فيها وأطلعها تاني للناس، والناس ممكن تاخد شغلي it's up to them، ياخدوه ويعدلوا فيه ويطلعوه تاني للناس and so on. طيب مين المصنع؟ مين الكونتريبيوتورز؟ مين اللي بيعمل OER؟ حضراتكم. اللي بيعمل OER حضراتكم وزملائكم ونظرائكم في كل أنحاء العالم. فبالتالي لو انا النهارده قدرت ازود لمجتمع الاي ار 50 واحد، يبقى احنا بنضيف لمجتمع الاي ار. هسال سؤال ثاني، هتشوف دلوقتي انك انت ممكن تدور مثلا انا بقول اناتومي كتير عشان
ليها اسهل كلمه عندكم اناتومي وباثولوجيا، فالكلام التاني ما بعرفش اقوله. فانا قلت مثلا دلوقتي انا عايز كورس اناتومي، ودخلت دورت وما لقيتش، ما فيش ولا واحد عامل كورس اناتومي قبل كده. دي ميزه ولا عيب؟ عيب طبعا. انا مش لاقي حاجه احطها في الكورس بتاعي. ولا ميزه؟ ميزه اعمل كورس، هبقى انا اول واحد عملت الكورس ده وهبقى اشهر واحد، وبعد كده الناس هتعدل على الكورس بتاعي فالشراره هتبتدي من عندي. ذاتس بوينت. لو لقيت او اي ار حلو، ممكن الاقي او اي ار ايه ده؟ ده معمول وحش. طب حسن ليه؟ يو هاف يور اون انتلكشن way of thinking and you have your own experience and it might be the best in the world but no one knows. خلي الناس تعرف بقى ان احنا احسن منهم، هنعرفه ازاي؟ تمام. فالمين كونتريبيوتور لاي حاجه هو انت. في بعض السايتس زي مثلا هديكم لسته كامله بالسايتس كلها هتبقى موجوده على الويب سايت عشان تخشوا تشوفوا كده. في سايت اسمه ميرلوت. ميرلوت ده بيعمل ايه؟ ميرلوت ده انت حقك تحط اي توبيك، اي ريسورس، فيديو انا دلوقتي مصوره هحطه اونلاين، او باوربوينت او وات ايفر يعني، او دوكيمنت او صوره. وبيقول لك ايه؟ مين حط الصوره دي؟ بروفيسور احمد من كليه الطب. طيب ريتد. مين بيعمل الريتنج؟ سواء ستودنت، سواء مدرسين مساعدين، فين؟ في جميع انحاء العالم. سواء بروفيسور زيهم. الله بقى لو الريت بتاعي طلع ايه؟ 100% و90% والحاجه دي تحفه، هشتهر. فانا دلوقتي المرادي لما اجي اخش بقى عشان عايز اجي حاجه اناتومي، فبعمل ايه؟ بدور على اعلى ريت. فاعلى ريت ده مين عامله؟ فلان الفلاني، كليه طب اسكندريه. كويس. الناس قالت عليه حلو؟ انا ما اعرفش. الناس قالت عليه حلو؟ طب يلا هاخده. ده ذا بوينت. فدي واي اوف جيتنج نون او بينج نون في اي حته في العالم. بس بقى ده هيرفلكت عليك فين؟ لما تروح مؤتمرات. لما تروح مؤتمرات ويقول انا لما اجي اقرا ليست الناس اللي هتحضر في المؤتمر، الراجل ده انا عارفه، ده هو ده اللي عمل الحاجه الفلانيه. فاول ما اروح مؤتمر، اول ما اشوفه بتبقى ليه هيبه يعني، عارفين؟ دي نفس القصه. فيو ار ذا كونتريبيوتورز فروم 1 انك انت تعمل التوبيك، 2 which is برضو again it's kind of a contribution ان انا قريت التوبيك دي. فانا ممكن اخش الاقي واحد في جامعه هارفرد عمل حاجه، اقول ايه؟ لا يا جماعه الحاجه دي مش حلوه، الحاجه دي غلط، ده في كذا كذا كذا. يبقى انا بعمل ريتنج، يبقى انا بكونتريبيوت تصحيح حاجه غلط او تصحيح مفهوم معين. طيب وموضوع الكوبي رايتس بقى، نرجع تاني للمحاضره بتاعت المره اللي فاتت. الكوبي رايتس اجين عايشه زي ما في الاي تي الويندوز عايشه واللينكس عايشه، البلاك بورد عايش والمودل عايش، اجين في كوبي رايتس. يعني الكلام ده ما بيلغيش الكلام بتاع المحاضره اللي فاتت. انت ممكن من حقك تقول ايه؟ لا انا مش عايز اعمل او اي ار، انا التوبيك دي عايزها كوبي رايت. اوكي. دي ليها انيبلنج، يعني ايه؟ تحمي حقوقك وانت تعبت وعايز فلوس، اتس اوكي، اتس اول رايت. في نفس الوقت لو انت عايز حاجات كوبي رايتد في ليميتيشنز. طب وموضوع الفير يوز اللي الدكتوره مها قالت عليه المره اللي فاتت اللي هو ايه؟ يو كان يوز اجين، في ليميتيشن برضه. انت بتتكلم في ايه؟ في ماتشور اوف ذا وورك، تستخدمه في الايدوكيشن بس، ما تاخدش الكتاب كله، ففي ليميتيشنز. في الاوبن ايدوكيشن ريسورس انت ممكن تاخد كتاب كامل وتستخدمه. There is no right. By the way الكلام ده كله موجود واخده انا من كتاب. يعني الكلام ده كله مش كلامي، الكلام ده كله كلام كتاب وهديكم اسمه في الاخر. وانا دلوقتي اللي بعمله له نوع من انواع الادابتيشن. من حقك مثلا تاخد كتاب مكتوب بالانجليزي تقول ايه؟ انا هدرسه بالعربي. فده الكونتريبيوشن بتاعك. من حقك برضه تقول ايه؟ انا هاخد كتاب باوربوينت اتدرست بس ايه؟ هدرسها بطريقه ثانيه. خلاص يبقى ده الكونتريبيوشن بتاعك، طريقه التدريس او طريقه السيناريو. هعيد ترتيب السيناريو عشان الناس تفهم احسن. كل ده اتس يور رايت تو ريوز الريسورس بتاعك. طيب ادفانتجز كثيره جدا انا هعمل لها ليستنج بس، يعني من ضمنها مثلا يو جيف فريدم اوف اكسس تو يو اند تو اذرز. انا كل ما ازود كل ما غيري هيستفيد، وفي نفس الوقت كل ما غيري هيعمل زيي فانا هستفيد. مثلا يو كان يور اورجانيزيشن مي بينفيت فروم بوتنشال بابليستي. كليه الطب تشتهر زي الام اي تي، زي تافتس، زي جوني هوبكنز، كل دول اشتهروا عشان عملوا الكورس وير وابتدوا في العالم كله يعمل كورس وير. اند سو اون. فدول ادفانتجز يو كان ريد. انا عايز اسمع صوتكم، انتوا شايفين ايه الادفانتج اللي ممكن يكون موجود برضه قبل ما نخش عليه؟ ايه الادفانتج اللي انا ما قلتهاش ممكن تكون موجود؟ تقدم للجميع. هستفيد من خبرات التانيين في تطوير البرنامج بتاعي. بالظبط، هستفيد من خبرات التانيين، لان انا ممكن اعمل كورس وير. عاده اللي بيعمل كورس وير ده بيبص على التانيين كده كده،
فلو التنين موجود very in details هذا بستفيد ان انا اعمل حاجه احسن. ايه كمان؟ هعرف اصطباع؟ لا هي هي انا بفرق يعني لما اشوف حد عامل المحاضره انا اعملها عاده بيبقى عنده شويه افكار انا عمري ما فكرت فيها، بيبقى عندي زي فاريشن شويه في الاوتلوك للماده دي او للموضوع ده بالذات يعني. بالظبط بالظبط، هشوف غيري بيدرس ازاي؟ دي مهمه جدا، هشوف غيري بيدرس ازاي فبالتالي انا اقدر ادرس زيه، مش لازم كوبي بيست يعني بس استفيد اكتر. كل دي حاجات موجوده. عندنا في موضوع الاوبن سورس سواء سوفت وير او كورس وير او ديجيتال سورسز في حاجتين مشهورين قوي يعني تو استراتيجيز، حاجه اسمها الكاتدرائيه والبازار. الاثنين موجودين. الكاتدرائيه بتبتدي ازاي؟ ان بيبقى في بلان، في خطه، في ناس كتير قوي بتكونتريبيوت بس كلهم ايه؟ في حته واحده مقفول عليهم ويحطوا الفرش ده قبل ما المبنى يتكمل وفجاه تلاقي المبنى ايه؟ موجود وكامل وكويس وتحفه. This is the way. فده اللي بيعمله مايكروسوفت، ده اللي بيعمله شركات الكمبيوتنج، ده اللي بتعمله الكليات كلها. يقول لك ايه؟ ما تحطش حاجتنا على النت، لو الناس شافتها هتبقى مشكله، خليها لما نعتمد الاول. مثلا وفي ناس ثانيه بتعمل اسلوب الايه؟ البازار. ايه البازار؟ اللي هو الكايس. هو كايس بس اتس فيري نايس. ودليل ايه؟ ان اي حد بيسافر بره بيروح فين؟ الحته الشعبيه البازار، كل الناس بتيجي خان الخليلي. كل الناس بتروح الزنقه. انا ما بروحش بس في ناس كتير عارف يروح الزنقه. خلاص ليه؟ في كذا حاجه، في 100,000 حاجه، سوق الذهب، روح. اتبنى ازاي؟ واحد فتح، ده فتح جنبه، الثاني فتح بعديه، مش متنظمه، بس في الاخر ادت ايه؟ ان ده احسن مكان حد ممكن يروح. The same thing happened with OER. مش متنظم، كل واحد بيحط اي حاجه. يجي واحد يروح مكمل الحاجات دي كلها وعمل حاجه، والناس تيجي تحسن عليه. مين ده حسن عليك النهارده؟ واحد من هارفرد وبكره واحد من جامعه جده. ايه جده ده؟ ده كده وده كده الاثنين انترستد في اللي انت بتعمله. بعد بكره واحد من بنجلاديش اند سو اون. تمام؟ فحتى في السوفت وير عشان كده برضو حتى في موضوع السوفت وير يقول لك ايه؟ من ضمن الحاجات اللي الناس بتراوغ تقول لك طب ده كده غلط، ليه؟ لو انا نزلت موديل، الموديل مفتوح للكل، معنى كده ممكن اي حد يخش يبوظ عندي. صح؟ ما هو اتس اوبن. بس لا، ذا باور اوف ذا كراود بقى اللي هو ايه؟ اي حاجه بتبوظ دلوقتي على طول يطلع باك يا جماعه خلي بالكم انا باظت عندي ليه النهارده؟ مفيش يوم يعدي وتلاقي الحل جالك. ليه؟ كل الناس بتروح مستنفره ورايحه ناحيه المشكله ايه؟ ويحاول واحد ايه؟ مين حلها؟ انا اللي حليتها، اخد كريدت. فهمتوا الفكره ازاي؟ حاجه زي مثلا ايه؟ اللي انتوا كلكم بتستخدموه الويكيبيديا. الويكيبيديا ده مش واحد اللي كاتبه. ده اي حد كاتبه، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت من مرتين كده، انك انت من حقك تخش على صفحه تقول ايه لا الكلام ده غلط، طب يقول لك ايه ايديت. طب انا هايديت، تروح مغير جمله. وانت وحظك بقى، الجمله دي اتغيرت ولا فضلت زي ما هي؟ فلو فضلت زي ما هي انا عامل ويكيبيديا، انا ساهمت في الويكيبيديا. عشان كده بعض الحالات لما تخش الويكيبيديا واكتب سيرش على اي حاجه تتعرفها، لو ما لقيتهاش يقول لك ايه؟ This page cannot be found. Do you want to write it؟ انا عايز رايت ات. انا عارفه. طب يلا رايت. تيجي بقى بعد شهر او ممكن كمان بعد اسبوع تلاقي الصفحه دي بقت ملت. ملت ايه؟ كل واحد زود، كل واحد حط صوره، كل واحد قال لك صحح معلومه، ومين اللي ابتدى كل الكلام ده؟ انا. تمام؟ فده فكره البازار في الحته الاريا اللي احنا بنتكلم فيها. دي مش ممكن تشمل معلومه خاطئه. ايه ده؟ مش ممكن تشمل معلومه خاطئه. ممكن طبعا، ممكن تشمل معلومه خاطئه، والمعلومه الخاطئه دي زي ما اتفقنا زي ما يكون عندك فيروس او ليكج في الحته بتاعتك، فممكن على طول ايه؟ ناس تغيرها وممكن ناس ما تغيرهاش. فعشان كده برضو لما احنا نتكلم في الريسيرش ويكيبيديا حلو للايه؟ للجنرال نولج، لكن لما نيجي نتكلم في الريسيرش بيقولوا للناس ايه؟ دونت جو تو ويكيبيديا، ويكيبيديا از نوت ا سايتيشن بيكوز اتس نوت ريفيود.